أنتم تسمعون في 90 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل على اي اف ام، شكرا لكم على المتابعه معنا حتى الماضي ساعه ونص. سفيان اهلا وسهلا، فخري مرحبا، عزوز مرحبا بك. الكلمه الاحلام طبعا، لانه البدايه ديما بالمستجدات حول الوضع في الاراضي الفلسطينيه، وتصريح يجينا من عند وزير الخارجيه الفرنسي الجديد بدا يتكلم احلامه، اي بدا يعطي في الكلام، اي بدا يعطي في الكلام. البداية من حرب الشرق الأوسط، احنا سميناها تو ما عادش حرب فلسطين أكهوة، من غديكة للعالم الكل بعد ذهاب جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية. اليوم فما تطورات لكن تجينا من بلدان أخرى، المكسيك والشيلي، نسمع ونرجع. نشير مشاهدينا إلى خبر عاجل كان يرد قبل قليل على شاشتنا، ونقلا هو عن الخارجية المكسيكية، إنه يظهر الآن يقول بأن المكسيك وتشيلي تحيلان وضع دولة فلسطين إلى المدعي العام للجنائية الدولية للتحقيق في جرائم محتملة، وهو موقف ينسجم مع مواقف أخرى أصدرتها المكسيك وتشيلي ودول أمريكا اللاتينية، بما فيها كان سحب للسفراء وإدانة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. هذا كان تطورات اليوم أمام محكمة الجنائية الدولية المكسيك والشيلي. دول أمريكا اللاتينية نعرفوا لمحال مواقفها التاريخية أو مواقف جزء منها باش ما نعموش التاريخية اليوم أمام محكمة الجنائية الدولية، اللي هي فما خبراء في القانون يقولوا اللي هي نورمالمون تتحرك وحدها المحكمة الجنائية الدولية، نظرا لعدة أسباب، أولها وأنه فلسطين تحت عين وعناية وتحت مسؤولية المحكمة الجنائية الدولية. فما خبر آخر زاد مهم نجموش ما نحكيوش عليه، هيئة البث الإسرائيلية تأكد من ثلاثة سوية في خبر أهبط على الصفحة الرسمية لقناة الشرق على الانستغرام، يقول وأنه أفادت هيئة البث الإسرائيلية بالعثور على جثث 21 محتجز إسرائيلي في خان يونس، اللي نعرفه أن الساعات الأخيرة كل القصف مركز على خان يونس توا في جنوب قطاع غزة بحسب وكالة أنباء العالم العربي. وذكرت الهيئة أنه جرى العثور على جثث المحتجزين في مقبرة بمنطقة بني سهيلة في خان يونس. بنيامين نتنياهو قاعد يصفي في المحتجزين الإسرائيليين الموجودين عند الفصائل الفلسطينية المسلحة تباعا 21، رقم كبير برشا، نقلته قناة الشرق. لو كان يصح باش نستناو الساعات القادمة الرقم ذي، ففي الحقيقة هو منجم يعكس كان التمشي العمل لبنيامين نتنياهو، الخطاب اللي قاعد يقوم به هو رفضه لقيام دولة فلسطينية، رفضه للإيقاف لإطلاق النار، رفضوا للمفاوضات، وكذلك يأكد التوتر أو ما يقال عن التوتر ما بين بايدن ونتنياهو. فما حتى قنوات دولية مشيت إلى أنه فما تليفون يعني أغلق بايدن الهاتف في وجه بنيامين نتنياهو، قال هو نتنياهو في ندوة صحفية متاعه البارح لحكاية فيها، قال نحن يلزمنا ساعات نقولوا لا حتى للأصدقاء المقربين رانا نقولوا لا، قال الأمر اليوم ما يتعلقش بإقامة دولة فلسطينية، إذا توقفت الحرب فيعني اندثار الدولة اليهودية. عبد العزيز، بسرعة التوتر هذا اللي في الاتصالات ما بين أمريكا والإدارة الإسرائيلية، كيفاش نجمو نفهمو؟ كو أمريكا أصبحت محرجة، بايدن عنده انتخابات، عنده ضغط داخلي سواء على مستوى الإدارة سواء على مستوى الشعبي، عنده زادة حلفاء أخرين زادة متقلقين، الدور متاعها أصبح مفضوح أمريكا، فما خشية من توسع الحرب إلى مناطق أخرى، وهي ماذا بيها ما تدخلش الآن في هال ونتنياهو قاعد يدفع سواء على مستوى غزة ولا على مستوى المنطقة على أنه هل الوضع ذا يزيد أكثر توتر، وقاعد يحرج في أمريكا واللي قاعدة تريد التنصل منه. وأنا متأكد بأنه هناك عمل سري من أجل إزاحة نتنياهو وهو واعي بذلك. شكرا لك أحلام. نمشي فاصل صغير سيد المخرج ونرجع باش نحكيه على المستجدات الوطنية، خاصة باش نرجع على قضية التآمر على أمن الدولة الجديدة. التهم في القضية هذه عددها 67. سمير ديلو يكشف تفاصيل القضية هذه المورد فيها مهدي بن غربية، هنري كسنجر ويوسف الشاهد وعديد الأسماء الأخرى. باش نرجع على التصريحات أيضا وزيرة العدل في علاقة بقانون الصلح الجزائي وقت المصادقة عليه، تحدثت على سجن رجال الأعمال وعلى الوضعية الاقتصادية.
بعد شوية مكملين في 90 دقيقة. فخري عبد العزيز سفيان، عنا كلمة نحب نقولوها من 90 دقيقة إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، هيئة الانتخابات بعد حديث سفيان البارح عليها، على الهيئة جو بريسيز بيان، بعث التنبيه إلى إدارة الإذاعة، نحب نقولوا لهيئة الانتخابات وإلى رئيسها بالأساس، لأنه التنبيه اللي خلط لنا ممضى من طرف رئيس هيئة الانتخابات أنه حقنا في حرية التعبير والنقد والتساؤل حول الهيئة، الهيئة هذه اللي احنا نعتبروها مستقلة ودورها محوري في مستقبل بلادنا، عنا الحق باش نتسائلوا على قضايا قاعدة ترفع فيهم. دونك يظهر لي ممارستنا هذه في إطار حرية التعبير لا تستوجب تنبيه، ما حكيناش على انتخابات، ما حكيناش على مترشحين، ما حكيناش على برامج، ما حكيناش على مكاتب اقتراع، ولم نقم بأي إشهار سياسي ولا مسينا من المسار الانتخابي. سفيان بن حميد حديثه كان خاطئ المسار وخاطئ الانتخابات، وسفيان قلت مثل شعبي على ما يبدو قلق برشا ليزي، المثل الشعبي هذايا ماذا بينا تفسر لنا علاش في اي اطار؟ تفضل سفيان. مانيش باش نطولوا سفيان. الساعة انا ننصح جماعة ليزي برئيسها بلجنة متابعة الاعلام اللي عندها انهم يطلعوا على كتيب نتاع طاهر فازع اللي عمل فيه جرد للأمثال الشعبية. أي. لأنه المثل اللي أنا حكيت عليه شنو هو؟ المثل اللي يقول يأكلوا في القسطل بيد القطوسة. القسطل والقسطل اللي هو ثمار. هيئة الانتخابات يبدو أنها ما تعرفش الأمثال الشعبية. وحكيت على القسطر، انا عمري ما حكيت على القسطر وما نعرفوش شنو، والقسطره موضوع اخر ما نحبش ندخل فيه. موجوده القسطره، لكن تقصد القسطل. القسطل كيفي هما يتهموني بشيء انا ما قلتوش. انا بثمار. ثم انه انا في نقدي في استعمالي هذا المثل يا ولدي راني مانيش ننقد في هيئه الانتخابات، ننقد في اللي حطهم، ننقد في السلطة تلي تحب تاكل القسط اللي بيد القطوسة. انت ما تنقدت الناس كل في الاخر. ليه خطيهم هما هما مجرد زواولية. لا توا سي بون. فكرتك عطينا بوب. شكرا فكرتك وصلت سفيان. الموضوعية رانا في 90 دقيقة قال الاخر متسمي علينا الموضوعية. عمرنا في البرنامج باش نواصلوا الاهتمام بالشان العام وباش نواصلوا ندافعوا على البلاد وعلى الديمقراطيه. لجينا شخص تشكى من قله الموضوعيه، عندنا الطرف والطرف الاخر. دونك هذاك اش حابين نقول، ما عندناش دخل بالانتخابات يا ولدي. والله لا تهمنا الانتخابات، نلتزموا بالقانون. حكينا على الهيئه يا خلود. اما جا وقت رانا جا وقت يلا خلينا نشوف الموضوع. وانا لهين بالشان العام باش نحكيهم بعد على التامر وكل، لكن فما بودكاست خرج على لي ريزو سوسيو ودار برشا وخذا نقد كبير جدا. بودكاست اسمه بيناتنا. البودكاست هذا شكون سمعوا اللي فيه لي دو جون يحكيوا؟ سمعتوا يحكيوا على العديد من الامور، منها يتحدثوا على المراه، على تجبد موضوع المراه تخدم ما تخدمش. هذاك نسمعوا اكسخي ونرجعوا. يلا المراه عندها الحق تعمل الحكايه هذيك ولا لا؟ نقولك عندها الحق تعملها الحكايه هذيك. معناها انت تقول لي المراه مكانها تخلط العباد وتخرج تجيب الفلوس وتخرج تجيب القوت ونقولوا احنا درشنيه؟ نقول لك راهو غلط، موش هذه بلاصتها. قول لي اسكو المراه عندها الحق تعمل الحكايه هذيك ولا لا؟ نقول لك عندها الحق تعمل الحكايه هذيك. انا يعجبوني اللي يقول لك المراه عندها الحق تخرج تخدم وتسيب التطيب. مليق نمشي معاك، اما باش تفسر لي انه العادي والطبيعي انه المراه البرة في الخدمه هذي ما نجمش نوافقك عليه. معنا أشرف القانونجي صاحب بودكاست بيناتنا. مرحبا بك أشرف. عسلامة، مرحبا بكم كل الموجودين وتحية لكم. جست توضيح صغير في تقديم تاعك، أنا وأسامة مع بعضنا عنا البودكاست. نعرف أنت وأسامة دايغ عبد العزيز القطي يتابع فيكم. قال لي هما ديما مع بعض. تحية عبد العزيز يتابع فيكم. بو أنا أشرف القانونجي، نعرفك في 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 دي فيديو أخرين تحكي على القانون هكا ولا لا؟ أي فوالا، معني أنت هو بيدك، أنت نفسك.
اي انا بدايه هاي بيت خبيا خليك حبيت نعرف باش نعرف مع شكون قاعده نحكي به اشرف توا سؤال باش يكون مباشر انتوما تحكيوا بجدكم والا عملتوا اللقطه هذيك باش تعملوا البوز والانتشار البودكاست لانه فما راهو تنجم تو بوشوكي باش تنشر عمل معين تنجم تعمل مضمون مستفز جدا واذا كان تحكيوا بالحق معناه مقتنعين بالكلام هذايا قول لنا وخلينا نفهموا الى اي مدى القناعه هذايا يمكن انها توصل للناس. باهي قبل كل شيء يعطيك الصحة اللي حبيت تتواصل معايا باش نوضحوا حاجات خاطر مش معقول زاد بيريود طويلة تتعدى العباد تعطي في رأي من غير ما احنا نتكلموا، احنا باش نخرج نتكلموا عنا ديجا الحلقة الجاية باش نحكيوا فيها، باش نحكيوا ونوضحوا برشا حاجات على اللي قاعد يصير، أما نجاوبك على سؤالك قبل كل شيء نحب نعبر على موقفي نتيجه هذيا الفو شوكي لي جون يقول لك باش توصل ميساج، راهو الطريقة نتاع الطرح هذيك أنك تشوكي بودكاست كامل وبعد تستنى العباد ترياكتي. هذه أنا ضدها وراها كونتوني رخيص معناتها أنك أنت تحاول تشوكي العباد في حاجات عكس التيار باش تعمل بوز وما نعرف شنو. أما خلينا نوضحوا احنا شنو الإطار اللي تقال فيه الكلام اللي سمعناه توا في وسط البودكاست. البودكاست هذاك بيناتها الإبيزود نتاعو كانت عنوانها كيفاش نختار شريك حياتي. معناتها احنا كل واحد منا باش يبارتاجي وجهة نظره على كيفاش يرى شريك حياته ويحبه يكون. بالطبيعة كي نحكيو شريك حياتي نحكيو في إطار الزوج متفاهمين على نفس الحاجة. معناتها كأسامة يقول أنا مرتي حابة تقعد في الدار يحكي على مرته هو كيفاش يحبها تتصرف، كان أنا نقول حب مرتي ما تخدمش ولا أي حاجة ما قلناش هكا نحكيو منظور هذايا راهو نحكيو ديما فكرة أنه كل واحد كيفاش يحب شريك حياته وبالطبيعة هذايا ماهوش فرض رأي هذايا مفاهمة بين زوج من الناس في عقد هو العرس شنو هو عقد بين زوج عباد دونك احنا كان فهمنا على نفس الحاجه مع بعضنا نمشيو فيها مع بعضنا وفما حد شيء يخلي حاجه كيما هكا ممنوعه معناتها بالنسبه سواء قانونيا ولا اخلاقيا ولا اجتماعيا ولا اللي هو دونك الفكره ككل انه احنا قاعدين نبارتاجيو في راينا على 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 شريك حياتنا كيفاش نفضلوا نعيشوا معاه اللي حكيت في غادي شنو هي المشكله اللي صارت اللي العباد خذت الجمله هذيك وحطيتها في كونتكست نتاع ايبيزود تحكي على المراه والراجل اللي هي ايبيزود مع عمي مش نعملوها اما نجموا نعملوها كما يكون ثم ديزاين بي تي نساء ولا دي فيمينيست ولا عباد مش بالضروره نساء يكون راجل فيمينيست معناتها هذاك شي يجي وقته باش نحكي فيه المراه والراجل خاطر هي ابريتي ومواضيع اجتماعيه لازم تطرح معناتها باش العباد يكبر الوعي نتاعها اما الابيزود هذيك هي ابيزود سبونتاني نتاع احنا كيفاش نحبوا شريك حياتنا يكون لا اكثر لا اقل. باهي اشرف هو اللي معاك في الاكستري اسمه اسامه اللي هو ديما راهو معاك في البودكاست انا نحب نسالك اودولا توا اللي تعدى انت هل تعتقد فعلا انه فما نسبه كبيره من الشباب يفكروا كما الحديث اللي تقال بينك وبين اسامه الناس في رايك انت تعرف في الانتوراج نتاعكم لانه بوتيتخ سكيا شوكي سي كو فوزيت جون وناس نورمالمون مواكبين التطورات العصر اللي ما عادش نجموا نقولوا انه انا نحب مراه نروح القام طيبت لي رشته يمكن هذا اللي قلق فهمت رغم انه فما استنى اسامه فصلك رغم انه فما جزء كبير من استنى خلينا نقول لك جزء كبير من المتابعين نتاعكم نساء ورجال قالوا انتم تقلقتوا على خاطر هما قالوا كلام اللي حقيقه يدور في ذهن الكثير في تونس اذا كنا نحكيوا سوشيال مونتا واش رايك انت انا ديجا رايي انا متاكد اللي ما برشا من العباد اللي قاعدين يسمعوا ولا العباد اللي يحكيوا ما تفرجوش في البودكاست خاطر انا رايي ديجا قلته في وسط البودكاست في اول ابيزود وقت اللي بدينا نحكيوا على كيفاش المفهوم الكلاسيكي نتاع شريك الحياه في مجتمعنا احنا حكيت كيفاش الراجل يرى المراه انها جست تطيب له انها جست تلبي له رغباته انها جست تكون انسان يذله على المصروف اللي قاعد يصرف فيه عليه هذه حكيتهم له قلت هذه حاجه متخلفه على الاخر وحاجه هذه للاسف قاعدة تمثل جزء كبير من العقلية في المجتمع بتاعنا احنا اما هذا نحكي لك انا على انسان يقتصر المرأة في الشكل هذاك مش على خاطر مش مثلا لغة شرف ويقول لك انا تمس لي عرضي كي تخرج تحكي مع بيض وكل شيء اما الكلام اللي تحكي بعض كي خدمتي سألتني عليه رأي في كلام اسامة اسامة حكيه بمنطلق انه شريك حياته تلمو يحبه ما يحبوش يتعب انه يخرج وانه يخدم كل شيء، معناتها يحب يوصل له الفكره هذيك نتاع راني انا مستعد نقتل اللي شغاله مستعد نقتل روحي الخدمه مش انت تعيش فرحان،
هذيك هي فكرة ككل. أما كمجتمع راهو هذه حاجة منتشرة برشا في مجتمعنا. معناتها نحكي وإحنا كديجون أنا مانيش مفكرين على اللي قاعد يصير. بالعكس أنا كنشوف ديبيت ديجا نحكي على حقوق المرأة ونحكي على معناتها مقبل زي مقبل نمن اللي المرأة كيما نقولوا مازال بعيدة إن كمل تاخذ حقوقها لازم تاخذها. هذا شو كيصير؟ أما كيما قلت لك إطار الإبيزود هو شريك الحياة كيفاش تحبوا يكونوا مع. شكرا لك أسامة، ميرسي بوكو اللي فسرت لنا، يعطيك الصحة. أشرف أشرف دخلتوني بعضي الأولاد. أشرف القانونجي شكرا لك صاحب بودكاست بيناتنا، ميرسي بوكو. باش نسيبوك خاطر خرجناك من سال داتونت نتاع الطبيب ونقولوا لك إن شاء الله لاباس. باهي أول حاجة أول حاجة سفيان، تعرف أنه وقت اللي تبدا فما صورة نمطية للمرأة خرجت في أي وسيلة من وسائل التواصل، أول حاجة نعملوها ساعة أن نهدي لهدي نتنفسوا الكلنا مع بعضنا ونقولوا الكلام هذايا اللي تقال نعم هو يعكس صورة نمطية للمرأة. ولكن سمعت السيد شقال قالك هو اللي يحكي معه قاعد يعبر على فكرة معينة، قالك أنا المرأة اللي نحبها ما نحبش نتعبها، نحب نخليها تقعد ترتاح في الدار. اي نعرف راهو هذا حوار قرا وسطي ما عنده حتى علاقه بالواقع المعاصر، ولكن ولكن ما لزمناش نخبيه وعين الشمس بالغربال. راسي انضباط حل على الموضوع. لا الديبا هو الديبا مازال ما وفاش، لانه عندنا مجتمع متخلف اللي ديما الديبا نتاعو في مواضيع متخلفه، لانه مواضيع المساواه موضوع المساواه في مجتمع متطور موضوع ماهوش تاع ديبا. ال شنو مرتي ما نحبش مر، انا تل ما نحب مرتي اللي نحبها تقعد في الدار باش ما يتحرشوش بها. يا سيدي اذا تامن بالمساواه انا نعطيك فكره اخرى، طالب بانه الرجال المتحرشين هما اللي يقعدوا في الدار ويخليوا النساء تخدم هاو كما هم حتى حد ما يتحرش بهم. خاصة خاصة وأنه عمليا الواقع شيعتي أنه النساء يجيوا في الوقت خير من الرجال، أنهم يخدموا خير من الرجال، أنهم بيرفورمانت أكثر من الرجال، وتوا في تونس وقعنا في تونس أنهم قارين خير من الرجال زاد. دونك أي بهيش إذا تؤمن بالمساواة وتحب مرتك برشا اقعد في الدار وطالب الرجال ما عادش يخرجوا للشارع. باهي شوف فخري خلينا نحكيوا افيك نقولوا احنا بمختلف افكار وبمختلف جينيراسيون. سفيان واضح قال لك الرجال متحرشين يقعدوا في الدار ونسى هذا هو ولا علم المجتمع ان يكون غير مساواة. ليه ولا ساهم انه المجتمع نتاعك ينقص فيه التحرش واللي الناس ما عادش يخزروا لبعضهم خزره خايبه. لكن فخري تعرف انه توا لي ريزو سوسيو ومحاولة التقليد نتاع دي موديل اللي ما يشبهولناش جملة ونظرية ملكة في بيت زوجي ما تنسيش زيد راه وذي راهي ضاربه على الاخر زوجي خذ بيدي الى الجنة. لا هذاك موضوع هذي ملكة أي لا ما تخلط سوفيان ما سألتكش على الموضوع سألت فخري ما عندكش فكرة عليهم موضوع تبع بعضه ما تدخل روحك في كل شيء موضوع تبع بعضه ما تفرسش بيناتهم انت فخري جاوبنا انت بالطلع. شوف خلود هو يحب يحط مرته ملكة في دارها أموره، يحب هشتر لفة أموره، هي راضية تكون لفة كاملة أمورها. أما قتيش أنا نختلف معاه وقت اللي يقول إن اللي تخدمه أنا الإنسان اللي تخدم متحرشات بهم، معنا نحن الإنسان اللي تخدم نحن مناش رجال هو سيات وراجل، وهذا زادنا مهمة جدا ما يحب طوي اقتنب خاطر مش مفكر مش ابن خلدون هو باش نناقشوه اجتماعي هو التافه بوان لالين هو التافه وما مالورزمو هالعاول ما هذه خليتك تسمع التفة، ولكن مطالب انك تتفاعل معها تفاعلي انا تاثر في المجتمع. أيه. هو يحب المراه نتاعه وشر لفه وهي تحب لفه مبروك عليها وعنده باش يوفر لها ما تكون ملكه وهو سلطان سليمان يعمل ايش يحب. اما نساء الرجال اللي تخدم عطى لهم الوصف معناها بالنسبه لهم هم ناس اخرى هم اللي نسميهم الاخرين وهو عنده الملك وضم نقطه اخرى ما خاطر هذوما خاطر تناقشهم شويه شي يخرج لك جمهور ملوت ما قامش رجال وما ادريش شنو ما كذا لا ثم في البلاد هذه انت اللي نعدتوا بتافه راهو ينجم يكون يعكس ما نقولش وجهه نظر لانه لاصلها هو سمع لا اللي يحترم يقولها لا اللي يحترم هو يقول لا اللي يحترم الاخر لا بخاف اللي سمعوه لا اخي ما اسس هو اصلها على جمله اجتماعيه كامله اصلها معناها بمنطق
أسئلة بتي... الفيلسوف وصله وشكون وصله بالطريقة هذه نطلعوا شوية الدباء الفيلسوف أوغست كانت مش إيمانويل كانت لا أوغست كانت يقول أنه في مجتمع ما في لحظة ما راهو تنجم تتعايش مستويات متعددة ومتناقضة من الوعي. دونك تنجم في مجتمع ما كما المجتمع التونسي يجي فما إنسان تافه يتعايش مع إنسان متطور. يا سفيان فما تسيب ولا ما يسيبليش مرتي أنا مرتي تخت شو مرتي أنا معناها هو أرجل مني أنا واضح فخري سيبون واضح وضحت الفكرة. هو خلودية البودكاست هذا هو دردشة ما بين زوز شباب ويجبدوا برشا مواضيع والسيد عطاه هو التصور متاعه كيفاش يحب به وما فما حاجتين يا مش يلقى ولا عنده ديجا شكون قابل بهذا التمشي في الطرف المقابل. معناته هو يحكي على شخصه موش قاعد ينظر عليك موش قاعد يعطي هو يحكي على ماذا هو يريد هو يحب كيكا وباش سوفيان راهو فما برشا يخموا بالطريقه هذيك سي سوفيان ما يسالش نعاونوهم باش يطوروا من انفسهم. لا هو يحكي في كواي انا مش نقول له انا مش يحكي في كواي اي ما هو العادل المتصنت في كل حد هو المتصنت كل حد يعطي راي كل حد ومستواه والمتصنت معليه كان يفرز اللي حاب يسمع يسمع اللي حاب يسمع يسمع وحاجه اخرى سوفيان نعاونوهم باش يطوروا من رواحهم بيان سور. هاش نقول له انا نقول له راهو الوقت لانه مازال صغير اما راهو بالوقت وبالتجربه سيفهم وسيدرك وسيقتنع وسيتم إثبات ذلك له في تجربته هو بأنه اللي قاعد يقول فيه راهو غلط وراهو ما هوش واقعي وراهو هذيك شهواته وأضغاثه أحلام متاع ناس في وقت معين ماذا بيها تكون المثالية هذه موجودة أما لكن راهو هذي الكل مش يطيح في الماء. سيفري تنجم تخمم بالطريقة هذيك وتنجم تقول الكلام هذاك وعندك جمهور وأنا أعتبر راهو البودكاست هذاك والكلام اللي يقولوا فيه راهو مزوز من الناس هذوكم ما هماش تفة هذوكم ناس عندهم رأي وعندهم تجارب يحكيوا عليهم فقط أما فما ما أتحس منهم وما أضحل منهم وما قاعد يعمل في كوارث على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي ويضر في مجتمع ويضر في وليدات ويضر في صغيرات أكثر من الناس هذه على كلمة يحبها هو كيفاش يشوف روحه كيفاش يحب يعيش مع شريك حياته. بعد شوية مكملين في 90 دقيقة مع خلود المبروك على EFM أحلى غاديو. أنا يظهري فما تغير في برشا مفاهيم وبرشا ثوابت وبرشا قيم في علاقة بالنساء والرجال والجندر ومفهوم الأنوثة والذكورة اللي تخلي اليوم فئة من الشباب يمكن أنه يفكر هك. دونك ما نعملوش نفس الخطأ أن نوصمهم ولكن نحاولوا نفهموا. أنا جو بروبوز أنه حتى يطرح الموضوع على علم الاجتماع أخويا فخري اشتعدوا الموضوع نعم. فهمتني أعلم بي ربي كيفاش نعمل شهري فما ناس تعيش باللي فيو وتعيش بالبوز وقتها بالبوز وباللي فيو نجم يعمل ملك في دارنا نخدم على روحي ومرتي تخدم على روح نجي واحد يوصلنا كنا ما كناش رجال ومرتك تحرشوا بها ومرتي معناها بها وعليها خاطر تخدم على روحي. واضح فخري. البارح حكينا على موضوع تآمر جديد قضيه جديده في التآمر على امن الدوله. سمير ديلو محامي مهدي بن غربيه اللي هو واحد من المتهمين في القضيه هذه باش يفسر الموضوع. قضية متورط فيها وزير خارجية أمريكي سابق متوفي. هاو باش نسمع التفاصيل مع سمير ديلو نرجو. والقضية هذه هي قضية تأمر عدد 13. أنا عملت بحث صغير حسب ما وصلت له يبدو أنه رأي قياسي عالمي يعني ما عادش عندنا رأي قياسي للمشاركة الخبرية برا وعندنا رأي قياسي. طيب ياسر كون اللي يعمل قضية كيف هكا كله معناها نقل اطلاع ما نقولش عبارة جارحة يبدو أنه بالحق تم شكون يحب يورط في قضايا مضحكة تعمل ريحة في العالم معناها اللي يسمع واش يقول الرجل بربي بربي سي سمير في الأقل بربي خطوة خطوة. المولود في 27 مايو 1923. القضية أساس أنه زوز مساجين في سجن المساعدين مهدي بن غربية وسجين آخر قاعدين يحكيوا فوق الفرش كما أي سي مهدي بن غربية ولهنا راهو يحكيوا على أوري كيسنجر نحكيوا على أوري الفريد كيسنجر معناها اللي مفروض أنه عطاه وشاية لأنه حتى اللي منسوب له أنه عطاه وشاية هذه قال أنكر تماما. عطاه ورقة قدمناها البارح للسيدة القاضية وهي بيدها تفاجئت كيفنا قال راني ما قلت كلام هذا وما عملتش وشاية والكلام المنسوب لي هذا راهو ماهوش صحيح بتاتا انه قال ما قلتش مش راجع قال ما قلتش اصلا قال يا مادي بن غربية قال سمعت مادي بن غربية يحكي هو شخص اخر بعد قال ما قلتش اصلا وما عملتش الشيء هذي وذاك موش كلامي
وكتب ورقه قدمناها البارح للسيده القاضيه الفاضله فيها الكلام هذا. عبد العزيز لو كان باش نلخص شنو الوشايه مضمونها حسب الاستاذ سمير ديلو، انه فما شكون في السجن اسمع مهدي بن غربيه يتحدث مع شخص اخر في السجن في 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 الغرفه نتاعهم يقول له راهو انري الفريد كيسنجر باش يبعث فلوس باش يعطي فلوس ليوسف الشاهد، ويوسف الشاهد باش يوصلهم المهدي بن غربيه، ومهدي بن غربيه باش يهز الفلوس يبعثهم لنجيب الشابي باش هذوما الكلهم في الاخر يعملوا شوشره وفوضى على الانتخابات المحليه في تونس. هذا هو المضمون، مع العلم زاده انه اللي قال سمعت من بعد تراجع في ورقه قال ما سمعت حتى شيء. هذه قضيه تامر. هذه عبث عبث. تعرف عبث وفضيحه ومواصلة لنفس المنهج اللي حكينا فيه عندنا قديش، اللي قلنا قديش مرة أنه هناك أطراف تريد أن تمس من صورة رئيس الجمهورية وضرب مصداقية القضاء لتوجيه الرأي العام على القضايا اللي بها الفائدة اللي تم فتحها في العديد من الأطراف واللي ما نش نحكيه عليهم، واللي ولينا اليوم نحكيه على قضايا تافهة، والنيابة العمومية ما نش فاهم كيفاش قاعدة تحل في القضايا بوه على أخوه، ما هو مش قاعدين يشوفوا، ما هو مش قاعدين يفرزوا، ما هو مش قاعدين يشوفوا مدى جدية هذه القضايا. وهذاك علاش هنا برشا نقاط استفهام، أنه هناك من يريد ضرب صورة تونس، صورة رئيس الجمهورية ومصداقية واستقلالية القضاء وإدخال البلبلة في الرأي العام وإبعاده على القضايا الجوهرية والحقيقية اللي مفتوحة اليوم قدام القضاء التونسي لأكثر وأقل. وأكبر دليل هذه القضية المهزلة والمضحكة والمبكية في نفس الوقت. به رئيس الجمهورية شنو دخله في الموضوع فخري؟ علاش وقت اللي تصير معناها قضية من نوع هذية إن كانت جدية غير جدية تتوفر فيها كل قرائن والجيك مشو نحكيه على رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية معاهم هو في القاعدة معاهم كيف في القضايا ما فهمتش. أنا ما أقولش في داخل أمها عليه وفين يتحمل في رأينا المسؤولية سيد رئيس الجمهورية. طب برشا عباد ديما تقدم برسالة سيد رئيس الجمهورية تنزه سيد الرئيس يتنزه وتوجهها للأطراف الأخرى، والأطراف الأخرى تقول لك إن ثم ناس تقول لك خايفة من السياقات اللي صنعها خطاب سيد رئيس الجمهورية الخوف. أنا في رأيي زادة سيد رئيس الجمهورية حان اليوم الوقت إنه يخرج بخطاب اتصالي جديد ويخلق سياقات متوازنة باش الناس ما عادش تخاف وتعدي قضايا. بالطبع هذا نبني فيه وفق الناس اللي قاعدة تقول السيد الرئيس راهو خطي وثم ناس أطراف. يا سيدي ما يسالش يا سيد الرئيس الجمهوريه، لا يخرج سيد الرئيس الجمهوريه ويعدل هكذا السياقات بخطاب اتصال، لانه سيد الرئيس الجمهوريه قال من يساهم معناها من يبرأ يصبح مشارك، هذه تخلي نعتقد تخلق سياقات على هذاك معناها تنقيه للاجواء في رايي انا، وتحميلا للناس كله باش نجم تحمل مسؤوليتها باش ما عادش نقولوا سيد الرئيس خطيه ونبعث له رساله ولا ما عادش نحملوها الاطراف. في رايي حان الوقت انه سيد رئيس الجمهوريه يخرج وينقي هكذا سياقات بخطاب اتصالي جديد يحرر الفعل من جديد. سفيان الموضوع سهل، الموضوع سهل. المسألة متعلقة بالمنطق، منطق منطق حاجة اسمها المنطق اللي من المفروض متوفر عن جميع الهيئات، كل الهيئات الدستورية وغير الدستورية والمجتمعية والحكومية ومنهم النيابة العمومية. المنطق شي يقول انه النيابة العمومية عندها منطق، كي تجيها قضية او وشاية فيها هنري كيسنجر تضرب فرع تشد فرع تقول بطلت ما هوش معقول ما هوش منطقي علي. لانه هنري كيسنجر راو مهندس الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، راو مهندس راو استناني راو مهندس راو استناني كمالك الريزونمون راهو مهندس الأزمة بين كوبا والعملية اللي عملها وهو على فراش الموت لابيتي كوشون راهو موجود فيها، راهو حرب النجوم راهو موجود باش يولي كمبن على تونس، مش بشي نحي قيس سعيد ليه صعيب عليها هذيك باش يبلبز انتخابات محلية يا ولدي يا حشمو راهو فما حاجة اسمها الحشمة ما نحشموش وقتيش اون بلوس وقتيش باش تعرفوا انه راهو
تاريخه انسى حياته السياسية وفات في السبعينات في اخر السبعينات الوهن الانتخابات المحلية هو عمره 98 سنة لأنه مات عمره 100 سنة هو دانيير مار معناها الانتخابات المحلية في تونس وقت اللي هو عمره 98 99 ما يسمعش بها جملة يا خلابي ليه ميسالش ميسالش حتى كان عثر فيها نهار راولة عنده الوقت للجهد لا الجبري يا ولدي لعبوه في الـ في الـ حتى في الاطراف اللي تفتح يطلع له في الكيسنجر لعبوه في السكسيون بتاعه ما طايحوا دونك معقول هذا دونك يقول لك سفيان انه اصلا معناها الموضوع تلمو يظهر غير واقعي اللي نورمالمون ما يصيرش بحث تاخذوش بجد المنطق يقول انك تقف ما تاخذوش جديه يا اخي كان اليوم الجين يمسني تريسيتي في مخي نمشي نعمل وشاية بحي ابن يقظان ايه تقبلها عليا النيابة العمومية ان تو معقول شيء موضوع على انه الويشي او الذي نقل المعلومه قال ما قلتش اعطاهم ورقه كتب ورقه وقدمها لهيئه الدفاع قال انا مراني ما قلت شيء ما قلتوش الكلام هذا دونك هذا عبث عبث هذا عبث وانت ترى عزوز انه هذا من خلاله يقع استهداف الدوله ورئيس الجمهوريه استهداف الدوله واستهداف المسار القضائي اللي ماشي الان وتوجيه الراي العام على القضايا الكبرى قاعدينش نحكيه على انستالينجو قضيه انستالينجو قاعدينش نحكيه على القضيه التآمر على امن الدوله الاصليه الاولى اللي فيها الاثباتات قاعدينش نحكيه على قضيه غسيل الاموال والاموال المشبوهه اللي دخلت تونس قاعدينش نحكيه على قضيه التسفير قاعدينش نحكيه على قضيه القتل قتل الشهيدين وقتل الجنود والارهاب هذا كله ما نش قاعدين نحكيه عليه على شنو نحكيه نحكيه على التآمر بتاع سيغازي شواشي وكذا اللي هي حكايه فارغه والى الان قاعدين نستناو شو مش يصير على عبير موسي اللي ما عارف شنو وكذا وكذا وزدناه وشكرا للاتحاد اللي سحب القضيه نتاعو وانتهى الموضوع قاعدين نحكيه على ليزي اللي قاعد تقدم في قضايا زاد كيف ونجبدوا فيها من القجورات هذا اللي ولينا نحكيه عليه الاساس اللي به الفايده وهذا بطبيعه الحال اللي اليوم قاعد ينقض في هالوضع هذا ايش يقول لك رئيس الجمهوريه يريد ذلك رئيس الدوله مستهدف بطبيعه الحال مستهدف وهذاك علاش رئيس الجمهوريه في اخر من بين اخر اللقاءات اللي عملها مع وزيره العدل ايش قال انه اذا لازم ان اطهر القضاء مره اخرى سافعل وهذا لانه عنده معطيات بانه هناك من يريد انه يهز البلاد وتلك مصيبه اخرى هاو راجعين بعد الفاصل باش نسمعوا تصريحات لوزيره العدل حول الصلح الجزائري ولكن ايضا تحكي على موضوع قضايا التآمر وزيره العدل سبقه وكررت انه ما فماش ناس تحال على المحاكم بدون تهم هذا اجابتها كانت تقريبا على موضوع قضايا التآمر بعد شوية مكملين في 90 دقيقة معكم نرجع على تصريحات وزيرة العدل حول قضية التآمر وزيرة العدل تقول ما فماش ناس تحال على التحقيق من غير تهم خلال الجلسة العامة نهار 3 للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية تسليم مجرمين بين حكومتي تونس والجزائر وزيرة العدل كانت حاضرة في البرلمان وتحدثت بصفة عامة على موضوع الإحالات لأنه تحكي برشا على أساس أنه الناس هذو ما يحطوهم في الحبس وبعد يلوجوا لهم تهمة فما الفكرة هذية معناها خاصة من قبل المحامين وفريق الدفاع على الناس اللي في السجن وزيرة العدل تحدثت على موضوع آخر زادة اللي هو موضوع سجن رجال الأعمال نسمعوا مليح ونرجع الأولوية نعرف أن خطر الظروف المالية للدولة صعيبة احنا كان جات الظروف المالية ما هيش صعيبة ممكن ياسر أنه ما تخميش فيه المسار متاع الصلح الجزائري ولكن احنا دخلنا في الصلح الجزائي نحب نعمل مصالحة بين الشعب وبين الناس اللي هي بممارسات غير قانونية وغير شرعية استولت على الأموال الشعب دونك الصلح الجزائي اللي يعني الهدف منه راهو باش نعملوا مشاريع ذات أهمية وطنية مش المشاريع اللي هي في إطار برنامج التنمية واللي هما في إطار فما اعتمادات مرصودت لهم في إطار ميزانية الدولة عندهم هما هذوك باش ينجموا ينفذوا المشاريع نتاعهم هذوما خارج الاطار هذاك
على ذاك بربي من فضلكم راهو احنا ماذا بينا رانا المشروع هذايا خدمنا عليه ونحبوه ينجح راهو احنا مش من مصلحتنا راهم رجال الاعمال باش يقعدوا في الحبوسات راه والله صدقوني انا وحده من الناس قلبي مريض على الناس كلهم اللي في الحبوسات سواء اللي عمل جريمه صغيره ولا اللي عمل جريمه كبيره خاصه الناس هذوما اللي هما عندهم استعداد وقدموا مطالب في الصلح الجزائي وقاعدين يستنوا يعليش احنا نمخطو لهم الاجراءات نطولوا لهم الاجراءات وعلاش ندخلوا العائدات هذيك حتى كم تدفع نمشيو نهزوها للمجالات اخرى كلام واضح ومعقول مش مصلحتنا رجال الاعمال يقعدوا في السجن وزيره العدل قتلوا كان راني ما نحبش الحكايه هذوما قلبها دم على الحكايه ولو كان ما جاتش البلاد فيها صعوبات اقتصاديه يمكن حتى ذي الصلح الجزائي وسجن رجال الاعمال كل ما نوصلولوش يعني وزيره العدل في تناقض تام مع مشروع رئيس الجمهوريه رئيس الجمهوريه قال انه الصلح الجزائي هذا حتى الغايه منه هو استرجاع الأموال من الفاسدين لمصلحة الشعب التونسي حماية معناها مال الشعب يرجع للشعب هذا الفكرة الفلسفة متاع مشروع رئيس الجمهورية وزيرة العدل تقول ليه سيبنا من الشعب وكذا الدولة ما عندهاش فلوس نحبوا نطرف فلوس شنو هذا شنو هذا خلود عطيني معناها شويه انسجام شويه انسجام ما بين رئيس الجمهوريه واعضائه هل فما تضارب كما قالك فما حتى تضارب وما فما حتى تناقض وفما انسجام تام بل بالعكس وزيره العدل البارح انا اقول انه اول مره الحكومه هذه يكون عندها خطاب واضح صريح مسؤول ومطمئن وزيرة العدل قالت احنا لو كان مش على خاطر انه الاوضاع المالية اليوم صعيبة رانا ما نمشيوش للصلح الجزائي ويتم اللجوء الى القضاء ويقع تتبع رجال الاعمال والصلح الجزائي راهو فرصة اولا لتعبئة موارد الميزانية من الفلوس اللي هي تعتبرها واكدت على ذلك انه هي فلوس نتاع الدولة ويلزمها تسترجعها ولكن عن طريق الصلح الجزائي وتكلمت على مسألة مهمة وجبدتها وأن هذه هي الحاجة اللي أساس خطاب جديد هي مسألة المصالحة وقالت سنذهب إلى المصالحة والهدف هو المصالحة وهذه التجربة راهي صارت قبل مع هيئة الحقيقة والكرامة والهدف نتاع هيئة الحقيقة والكرامة كان أنه نمشي للمصالحة ولكن العملية ما صارتش وتم ابتزاز رجال الأعمال اليوم الدولة في الخطاب نتاع البارح فما مصارحة للشعب التونسي إلى الوضعية راي صعيبة وما فيها باس رجال الأعمال يمتثلوا للصلح الجزائي وبالفعل الدولة لا تريد أنه رجال الأعمال يكونوا في السجن والمسألة الأخرى هي مسألة أنه نريد الذهاب إلى مصالحة مواطنية ونسكروا الملف هذايا وأنا أعتبر بأنه هذايا كلام مطمئن أن وزيرة العدل معناها بطبيعة الحال متأثرة ماذا بها الناس ما تبداش في الحبس وهذايا هو معنى ومفهوم الدولة الرحيمة بشعبها وبأبنائها الناس هذوما بطبيعة الحال مذنبين أمام الشعب الدولة وعندهم فما قضايا والقضايا هذه يا اما نمشيوا للمسار القضائي وفما احكام بالسجون وغيره والا نمشيوا للمصالحه الوطنيه والصلح الجزائي ويتم التسويه تدخل الفلوس ورجال الاعمال تساهم في ميزانيه الدوله وينتهي الموضوع ما ضرروا في ذلك لا فضفوك هاي ماكش انت ماكش مقتنع سفيان بالموضوع بالنسبه لك لانه قال واضح. اكثر برشا من اللي قالت له الوزيره مسكينه والله لا قالت هذا هو فسر هو والله لا قالت هذا علاش التزيد عليها علاش التزيد عليها مسكين يعني نزيد فهمت عليه سفيان فقط يا اخي اغمق واحده تدخل في جونتي اخر خليها برا خويا انا راني ساكت قله ادب اها هو قله ادب انه يجاوبني سفيان هو يضحك عادي يضحك جدا على هو اما طريقه الضحك هي لا هي قله ادب معناها لا معناها فريمون لا عزوز لا استنى وسع انا مش ننسحب لا صاحب
ليه عبد العزيز ودي... عارف خاطر ليه ودي راك تشتغل كرونيكول مع ليه عزوز لا عبد العزيز هو يضحك مع صوفيا مسج طنطي مسج فخليها طول طول نحكيو مع عبد العزيز يلا فاصل ونرجعوا خلي مسج مرحبا بكم في 90 دقيقة هكا على المباشر كل شيء به عبد العزيز القطي نداء ليك كنت تسمع فينا ارجع ارجع هاو الغناء هذي اللي كنتي به صارت مالونتوندو الحقيقة فخري نعرف ما تقصدش نعرف ما تقصدش ولكن هو بالنسبة ليها وعزوز راهو صديقنا ونحبوه ونحبوه باش يرجع اي اي وتنرفيزا وتنرفيزا توا غريب واحنا يصير في اكبر العائلات انا الحق بتاع ربي انا هون على المباشر وعلى امواج الاثير نقول له يا سي عبد العزيز مرحبا بيك وسامحنا وانا مانيش نضحك عليك معناها مش نضحك عليك انت تضحك خاطر سفيان انا ضحكت على تفاعل صديقي سفيان صديقك سفيان اللي من قبيله وهو قاعد يقول لنا في امثله إيه اللي تهزنا وانا وسفيان نتحدثوا في حاجه معناها ثنائيه معناها واضح به نتفاعلوا مع بعضنا نتفاعلوا صديقنا وكونا بالعكس مع بعضنا بالافكار وبالتحاليل فخري انت دايوغ قلت لي انك متفق مع الفكره متفق في جانب مع في جانب اللي كان يطرح فيه عبد العزيز مش بال في اللي مشى له عبد العزيز للاخر اما ثم نوع من الايجابي الامس في خطاب وزيره العدل انه مثلا ثم اشارات نتاع مصالحه ثم اشارات سياسيه نتاع ان نحبوا نخرجوا من مربع التوتر هذايا ان فهمتني الملفات هذه يتم الحسم فيها نهائيا لانه يعني زاد نعتبر زاد رجال الاعمال كان جزء كبير من اللي تعرضوا له ابتزاز العشريه الاخيره اللي تعديت من طرف احزاب الى اخره وضعيتهم ما تسويتش وما عادوش للشغل الاقتصادي الى اخره واعتقد وزيره العدل هي في الاخير تمارس سياسه الحكومه اعتقد في رايي اذا فهمته من وزيره العدل انه في الحكومه في ثقافتها في فلسفتها تريد مصالحة رجال الأعمال وإنهاء هذا الملف معناها بالعكس أنا متفق معاها في جانب أنا ما فهمتش أخوي عبد العزيز علاش نرفز وأنا مرة أخرى نعاود نذكره قول أخوي تفضل مرحبا بيك وهذه دعوة بربي خير يرجع 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 بالعكس ومواقفه مهمة ومهم جدا أنا ليه ومهم جدا أن نكون مختلفين نخدو على بعضنا ونتعاودوا بالسياسة فما حتى مشكل أنا متأكدة أنه عزوزة تون هالثنين يكونوا معنا وسفيان الأمثلة الشعبية نقصلنا منهم خويا لا يمت والله 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 راو والله راو راو لا ديان نتاعنا نتاعنا طب علاش احنا نهتموا بشأن العام في تونس لأنه احنا توانسة وعندنا ديان والأمثلة الشعبية هي اون كانتيسونس هي كطماطم المصبرة هي الكونسنتري نتاع لا ديان نتاع التوانسة وذاك علاش نستعملوها وذاك علاش معبرة خير من خطابات طويلة نرجع مع بعضنا بعد الأخبار ويلتحق بنا ضيفنا سهيب المريزقي قيادي في حركة البعث بعد شوية مكملين في 90 دقيقة مع خلود المبروك